حياة قائمة على الدين. سليم العزعزي الذي يعمل سائق شاحنة لبيع الماء يضطر إلى الاستدانة لتدبير الغذاء والدواء لأسرته، ويعتبر نفسه محظوظا لأنه يتمكن من قضاء تلك الديون ولو على دفعات متأخرة. من أول كنا نتدين، القضاء يكون أسرع يعني، ما نتأخر على البقالة على الصيدلية على المطاعم كذا، ولا كنا أسرع يعني ما في. لكن مع الأوضاع الراهنة في البلاد من أم الأوضاع هذا نتأخر بقضاء الدين. عائلتان من كل خمس تشتري الغذاء والدواء بالدين وفق دراسة أجرتها منظمة أوكسفام الخيرية، وارتفعت بحسب المنظمة أعداد الأسر التي تستدين لشراء الغذاء هذا العام بنسبة 62% وبنسبة 44% للدواء مقارنة بالعام 2015. عندنا يعني فاتحين حسابات لبعض الأسر، فاتحين حسابات بالدين بيقضيها احيانا بالتقسيط واحيانا اخر الشهر اذا حصلت له يعني الظروف انه يقدر يسددها، وبعضهم والله نحن بنصبر عليهم بالخمسه بالثلاثه واكثر من ذلك. آلاف الأسر الأخرى باتت تعاني من تراكم الديون لأشهر وبعضها لسنوات ولم تعد قادرة حتى على مزيد من الاستدانة. كثير من الأسر نكبت واضطرت للعيش أوضاع وظروف صعبة جدا بسبب تراكم الديون عليها. المحظوظون فقط هم من يستطيعون الاستدانة ولا يضمنون سدادها إلا بعد أشهر كثيرة، لكن الواقع والمشكلة تكمن في أنه كثير من الأسر في مجتمعنا لا تستطيع الاستدانة لأنها لا تضمن السداد. وتتخوف منظمات دولية من أن الملايين من اليمنيين مهددون بمزيد من المعاناة خلال العام الحالي في حال استمر الصراع. عائلات يمنية باتت تستدين لتوفير الغذاء والدواء، فلم يعد الجوع والمرض وحدهما مصدر معاناة ملايين اليمنيين، فعبء الدين بات يؤرق مضاجعهم في وقت تزداد فيه حدة الصراع، ويخشون أن تتلاشى فرص الحل السلمي لإنهاء معاناتهم. خليل القاهري، العربي، صنعاء.